كما قلت لكم بالأمس يا أصدقاء، فسوف نواجه أحد الخصوم، تقريبا الخصم الثاني الذي وضح لي أن هنالك جليتش في لعبة الفيفا موبايل. كما تلاحظون هذا الخصم بأوفر 137. ننتظر من هو هذا الخصم. كما تلاحظون هو الخامس على السيرفر. كما تلاحظون من هو، هذه تشكيلة المتواضعة بدون أي لاعب ألتيميت توتس، لأنني لم أعمل جليتش يا شباب. يا رب من هذه التشكيلة يا رب. 11 لاعب من الألتيميت توتس، والله حرام على الإي إس بور، والله حرام على الفيفا موبايل. كيف نستطيع أن نلعب نحن ونحن نواجه مثل هذا الخصوم؟ والله أحد من الأشخاص يشرح لي هذا في التعليق، لا يعقل. ولكن مع ذلك سوف نقوم باللعب بالهدوء وبكل ارتياح، وكذلك اللعب المضمون من أجل الانتصار على مثل هؤلاء الخصوم. الكرة مع أوين 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 أوين، طارمي يا رب، ضاعت الكرة. هي هي أهم شيء، أن لا تمنح الكرة للخصم. ما عليك سوى اللعب بالهدوء ولعب الكرة المضمونة التي لن تضيع. يا رب على بوشكاش، والله حرام. الكرة الآن مع الخصم، يعني أعتقد أنه سوف يسجل من أول محاولة، لأنه لا ينبغي لك أن تترك الكرة مع الخصم. الكرة مع بنزيما، لاحظوا التشكيلة. كفارة كفارة كفارة، مستحيل يا كفارة. الكرة مع بنز ابن الذمة. الكرة مع كيليان. كفارة 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 يا رب، لا رب على فالفيردي، والله مستحيل. مر 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 مر، لا لا لا، بعيد الكرة. كورتوا كورتوا، ضاعت الكرة يا شباب. والله هنا سوف نتحدث كذلك على الحل المضمون 100% والذي يلزم بكل تأكيد أن تقوم بعمله الفيفا موبايل. فكما قلت لكم، فكرة مع دي بروين. دي بروين هدف 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 هدف، ولكن فييري أحد أقوى المدافعين في لعبة الفيفا موبايل. فهذه البطاقة لن أقوم بتغييرها يا شباب، كونوا متأكدين. عرضية ولكن دفاع يا رب. كما قلت لكم، فسوف نتحدث عن الحلول المضمونة، لأنني وجدت عديد من اليوتيوبر فقط يكذبون، يقول لك أن هنالك تعويض، يقول لك أنه سوف يقوم بحذف اللعيبة، يقول لك يعني كل يوتيوبر يقوم بالكذب حول الحلول التي يمكن أن تقدمها الإي إس بور. لكنني بالأمس وضعت لكم فيديو واحد ووضعت لكم الحل المناسب، وهي الشركة تعمل بهذا الحل يا أصدقاء. كما قلت لكم، فأول حل ينبغي أن تقوم به الشركة، وهو أن تقوم بحذف الكوينز الذي حصل عليه هؤلاء اللاعبين من جليتش تفتيح الباكجات. وهذا هو ما قامت به الشركة يعني في صباح اليوم. فجميع الأشخاص الذين عملوا الجليتش تم حذف الملايير الذين حصلوا عليها من خلال هذا الجليتش. هذا هو الحل الأول. ولكن بالنسبة لي، فأنا لن أرضى بهذا الحل وحده فقط، بل يلزمنا حل تاني. ما هو هذا الحل الثاني سوف تقول لي؟ يلزم أن تقوم الإي إس بور الكرة مع طارمي 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 طارمي. قلت لكم هذه البطاقة خيالي، والله أقسم لكم بالله أنني لم أجرب بطاقة استراخيصة مثل هذه البطاقة. لاحظوا تشكيلة الخصم، ولاحظوا اللاعبين الذين أنا ألعب بهم، ولاحظوا طريقة اللعب الخاصة بي، وسوف أدمر أي خصم كيفما كان. والله يعني بالنسبة لي، فهذه ليست نقمة بل نعمة، لأنني أتحدى نفسي في مواجهة مثل هؤلاء الخصوم الذين أقوى مني أوفر، ويمتلكون لاعبين يعني بأوفر 115 وأقوم بتدميرهم. والله يعني فهي إطارة بالنسبة لي أكثر من أنه تحدي أصدقاء. كما قلت لكم، فبالنسبة لي الحل الأول وهو قد قامت به الشركة وهو حذف الكوينز. أما بالنسبة لي الحل الثاني والذي ضروري، أول شيء إما أن تقوم الإي إس بور بحذف لاعبين الألتيميت توتس التي قامت بمنحهم لهؤلاء اللاعبين الذين عملوا الجليتش. إذا لم تستطع الإي إس بور من حذف هؤلاء اللاعبين، فما عليها سوى أن تقوم بمنحنا لاعبين الألتيميت توتس مكانهم يا أصدقاء. لأنه كما تعلمون، فبمجرد لعب المهمات الخاصة بالألتيميت توتس فإنك تحصل على 20 نقطة. هذه العشرين حصلوا بها لاعب واحد. كما يمكنك أن تقوم بتغيير التوك الخاص بالدوري الإيطالي من أجل الحصول على الألتيميت توتس، وهنا سوف تمنحك حوالي 3 لاعبين. لأنه في المجمل يا أصدقاء، فكل لاعبين فيفا موبايل الذين عملوا الجليتش سوف يكونوا قد حصلوا إما 4 أو 5 لاعبين مجانا من الألتيميت توتس. بالتالي فطلب الواحد ليس لاعب واحد أو اثنان، بل يجب على الشركة أن تعوضنا بأربعة لاعبين أو 5 لاعبين. هذا ضروري يا أصدقاء، إما أن تعوضنا بأربعة أو 5 لاعبين لأنها لم تقم بحذف البطاقات الذين حصلوا عليها هؤلاء اللاعبين مجانا. بالتالي فأنا أقوم بتقديم لكم الحل المضمون والذي سوف يرضي كلا الطرفين. فهذا الحل لا غنى عنه، ينبغي أن تقوم به الشركة. إما أن تقوم بحذف اللاعبين الذين يمتلكهم هؤلاء اللاعبين الذين عملوا الجليتش، أم أن تتركهم لديهم وأن تقوم نحن بمنحنا 5 أو 4 لاعبين لكي يكون هنالك عدل في التشكيلة يا شباب. فأنا أقدم لكم مثل هذه الحلول، فهي منطقية، وأي شخص سوف يسمع هذا الحل سوف يتقبله مباشرة يا أصدقاء. بالتالي نعود الآن إلى المباراة. المباراة فيني فيني فيني، ولكن كورتوا يا أصدقاء، كورتوا كورتوا عالمي يا أصدقاء. الكرة مع دانييلو. دانييلو طارمي 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 يا رب على هذا اللاعب. والله شيء كبير هذا اللاعب أن يدخل لتشكيلتي. لعبت تقريبا هذا اللاعب من أول مباراة سجل معي هذا
هدف، ثاني مباراة يسجل هدف، فهذا اللاعب خارق. أنصح كل شخص يلعب في فيفا موبايل أن يشتري هذه البطاقة، وهي رخيصة حوالي 13 مليون، ولكن سوف يأتي معك بالشيء الكثير. وهذا يعني صاحب الجليتشات الخصم الذي سوف ألعب ضده، والله دمرته كفارة كفارة، والهدف الخيالي. لكن سوف نحاول الحفاظ على هذه النتيجة يا أصدقاء. كما تلاحظون شخص في الخامس على السيرفر ويمتلك تشكيلة بأوفر 137 كلها ألتيميت توتس، وأنا تشكيلتي بسيطة جدا ودمرته، يعني لقنته شر هزيمة هذا صاحب الجليتشات. والله سوف أدمرك يا صديقي، كن على يقين. كما تلاحظون يا أصدقاء، بالتالي لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم دائما جديد هذه القناة، ونحن في انتظار الحل الذي سوف تقدمه الشركة، لأن حذف الكوينز فهو ليس حل، بالتالي ما علينا سوى انتظار الحل الذي سوف تقدمه الشركة، لأن حذف الكوينز كما قلت لكم غير كافي، بل ينبغي إما أن تقوم بحذف البطاقات الذين يمتلكها اللاعبين، أو أن تمنحنا نحن بطاقات تعوضنا عن البطاقات التي حصلوا عليها هؤلاء. بالتالي فأنا أقدم لك أفضل حل يمكن أن تقوم بتقديمه إيسبور، ويعني في انتظار اعتزال لعبة فيفا موبايل، غالبا سوف يكون في الريفريش الذي سوف تقوم به إيسبور مساء يوم الخميس أصدقاء. وشكرا لكم على المشاهدة.